حديث الحقيقة عن شخص بحجم عبد الله عبد الجبار، أيا كانت قدرة الإنسان فينا تظل دون عطاءاته التي تركها لنا أجيالا بعد أجيال. باختصار شديد أستطيع أن أقول أن هذا الرجل مفكر موسوعي. صحيح هو من خريجي كليات اللغة العربية، وركز أبحاثه ودراساته في معظمها على الأدب، سواء في الحجاز أو الجزيرة العربية أو في المنطقة بشكل عام، إلا أنه رجل صاحب رؤية، رجل مستقبل. عبد الله عبد الجبار كان ظاهرة في وقت من الأوقات، كان عنده أفق واستيعاب وتطلع ورؤية لمستقبل مختلف. كان يملك حس السياسي وثقافة المفكر ورؤية الإنسان البصير.